يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والواجب البحري وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف في أول الليل، مائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. وفيما يلي بيان بدرجة الحرارة المتوقعة غدا على معظم محافظات ومدن الجمهورية، والبداية دائما من القاهرة عظمى 30، الصغرى 22، الإسكندرية 28، 20، مطروح 27، 19، بورسعيد 22، إسماعيلية 31، 21 وجوها حار. بالنسبة لي السويس 30، 22، العريش 28، 21، طابة 29، 22، شرم الشيخ 33، 24، الغردقة 33، 23 وجوها أيضا حار. بالنسبة لي الأقصر 34، 23، أسوان 35، 23، الوادي الجديد 33، 20، شلاتين 32، 24، حلايب 28، 26 وجوها مائل للحرارة. والآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.